مرحبا، أنا أبرار كاب، طالبة في برنامج تنمية الطفل. برنامجنا هو برنامج تعليمي يهدف إلى تنشئة الموظفين الأكفاء الذين يمكنهم تحديد احتياجات الأطفال منذ الولادة وحتى سن 18، وسيساعدون في تنمية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. يقع برنامجنا في حرم حميدية الجامعي. يوجد في برنامجنا دروس مثل تنمية الطفل وتعليم ما قبل المدرسة والتعليم الخاص وصحة وأمراض الأطفال. يجب على طلاب قسمنا القيام بعشرين يوم تدريب إلزامي في صيف عامهم الأول. يمكن لطلاب قسمنا عند التخرج العمل في مؤسسات تعليم ما قبل المدرسة ومراكز إعادة التأهيل والمستشفيات. اخترت برنامج تنمية الطفل لأنني أعتقد أنه من أجل فهم البشر يجب أن أتعلم تنمية الطفل أولاً. كان حلماً بالنسبة لي الدراسة في هذه الجامعة. اخترتها لأنني أعتقد أنها جامعة موضوعية في المجال الصحي وتنقل تجمع المعرفة إلى المستقبل من خلال مزج الماضي والحاضر. أرغب بعد التخرج من برنامج تنمية الطفل من مواصلة دراسة البكالوريوس والماجستير وأن أواصل حياتي المهنية الأكاديمية. أنصح الطلاب الذين سيختارون هذا البرنامج بمتابعة المنشورات الأكاديمية المتعلقة بتنمية الطفل. أتمنى النجاح للطلاب الذين سيدخلون للامتحان. ننتظر أي شخص مهتم بتنمية الطفل في برنامجنا.